حسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين المظلوم، قتيل العبرات وأسير الكربات، الفائز بالمكرمات. أكرمته اللهم، أكرمته بالشهادة، وحبوته بالسعادة، واجتبيته بطيب الولادة، وجعلته سيدا من السادة، وقائدا من القادة، وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء، وأعطيته مواريث الأنبياء. فقد بذل فيك مهجته ليستنقذ عبادك من الضلالة وحيرة الجهالة، أو من الجهالة وحيرة الضلالة. الله أكبر، ما أعظم هذا الكلام، ما أعظم هذا الكلام الذي يصدر من جامعة الإسلام الكبرى الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق في زيارة الأربعين. والتأكيد على زيارة الأربعين، يأتي الإمام الحسن العسكري صاحب المرقد المفجر، المرقد المنسوف الذي نسفه الحاقدون التكفيريون. يقول من علامات المؤمن خمس، علامات المؤمن خمس. أول واحدة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، حتى في غير الصلاة تجهر تقول بسم الله الرحمن الرحيم في مقابل من يسقط بسم الله الرحمن الرحيم، في مقابل من يقرأ سورة الحمد من دون بسم الله الرحمن الرحيم. والإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من بياض العين إلى سوادها. فيها الاسم الأعظم، بسم الله الرحمن الرحيم. من قال بسم الله الرحمن الرحيم حالت بينه وبين السماء من البلاء. هكذا تأملوا العبارة. فيقول الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هاي علامات المؤمن. تعفير الجبين، تعفير الجبين السجود على الأرض، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يقول القرآن من أثر السجود يعني تراب، لأن لو كانوا يسجدون على الأثواب وعلى الزل وعلى الفرش وعلى السجاد ما يكون لهم سيماء في وجوههم. السيماء هو التراب العالق بالجبهة من السجود. وهذه الآية تدل على أن السجود على الأرض، ورسول الله كان يسجد على الأرض كما كان أصحابه يسجدون على الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الجهر بها وتعفير الجبين والتختم باليمين وصلاة 51 يعني الفريضة الفرائض، والنوافل الخامسة زيارة الأربعين. فزيارة الأربعين أهل البيت يؤكدون عليها. لماذا؟ لأن أول من زار الأربعين هو الإمام زين العابدين سلام الله عليه.